يعني تأتي هذه المساعدة الكريمة والمقدرة في هذا الوقت الصعب والوقت الحساس الذي تزداد فيه الخطورة من قبل هذا الوباء المنتشر في قطاع غزة وفي دول كثيرة من العالم، وفي ظل ازدياد عدد المصابين وفي ظل ازدياد أيضا حتى الحالات الحرجة؟ لا شك التطعيم هو من أهم الأسلحة في مواجهة هذا الوباء، ونحن هنا في قطاع غزة قررنا أن نوسع دائرة التطعيم لتشمل تقريبا غالب الأعمار الموجودة والفئات الموجودة في قطاع غزة، ولذلك سيكون لهذه التطعيمات أثر كبير ومهم في مواجهة هذا الطاعون وهذا الوباء، وأيضا في دعم طواقم وزارة الصحة وفي قدرتهم على معالجة هذه الحالات التي تأتي إلى المستشفيات تباعا. لا شك هذه خطوة كبيرة ومقدرة من الأخوة في الإمارات العربية المتحدة، والذين نشكرهم على هذا التبرع الكريم، وأيضا على تبرعات سابقة سواء كان تطعيمات أو أجهزة أو معدات طبية أو أجهزة تنفس أو إنشاء المستشفى الإماراتي. نحن نتقدم لدولة الإمارات بالشكر الجزيل على هذا التبرع الكريم والمقدر، وكذلك أيضا نتوجه بالشكر للإخوة في التيار الإصلاحي عموما على جهودهم المستمرة في تقديم وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، وعلى رأسهم الأخ محمد دحلان، وإن شاء الله يعني سنكون دوما معا في مواجهة هذا الوباء وفي دعم أهلنا في قطاع غزة وفي تعزيز صمودهم بإذن الله تعالى. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم وفي هذه اللحظات تتسلم وزارة الصحة قافلة من المساعدات عبارة عن تطعيم من نوع سبوتنيك، طبعا يحتوي على 1,000,000 جرعة من هذا التطعيم، والذي يساهم بشكل كبير في إدارة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة، ويساهم في إدارة الحالة الوبائية ومنع انتشار هذا الفيروس في محافظات قطاع غزة. ومن هذا المنطلق احنا بندعو كافة المواطنين من الفئات المستهدفة إلى التوجه إلى المراكز المعتمدة في وزارة الصحة والمعلن عنها لأخذ هذه التطعيمات، وذلك لحمايتهم من هذا الفيروس. ومن هذا المنبر بنوجه رسالة شكر وتقدير إلى دولة الإمارات الشقيقة على هذا التبرع السخي، والذي يأتي في إطار تعزيز القطاع الصحي الحكومي في قطاع غزة والرعاية الطبية لمرضانا، لمرضى شعبنا في هذا القطاع الحبيب. ونشكر يعني الإخوة في التيار الديمقراطي وعلى رأسهم القائد الأخ محمد دحلان وكل من ساهم في إدخال هذه الشحنة، وندعو الإخوة في دولة الإمارات إلى مزيداً من الدعم إلى القطاع الصحي الحكومي الذي يستنزف أصلاً في المواد الطبية والمستلزمات والأجهزة في كافة مرافق هذه الوزارة. وبارك الله فيكم جميعاً. احنا اليوم استقبلنا دعم جديد من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهو عبارة عن 1,000,000 جرعة سبوتنيك، تطعيمات ضد كورونا، وطبعا هذه أجت في الوقت اللي احنا محتاجين نستمر في سلسلة التطعيمات اللي موجودة لتحصين أبناء شعبنا، حيث أنه قررت الوزارة حتى تطعيم الطلبة من صف 7 إلى صف 9، وهذا زاد الاحتياج على وزارة الصحة، وأصبح القطاع الصحي في احتياج أن نقدم هذه المساعدات. سارعت دولة الإمارات العربية بإرسال هذه الدفعة من المساعدات عبارة عن 1,000,000 جرعة من تطعيم سبوتنيك، وإن شاء الله بتكون هذه إنقاذ للحالة اللي احنا عنا في قطاع غزة. هذا الوباء طبعا بينتشر الآن في العالم، والأم اليوم احنا في الموجة الرابعة من هذا الوباء، وإن شاء الله بتكون نهاية هذا الوباء. يعني بنشكر في هذا الخضم دولة الإمارات العربية الشقيقة على هذه المساعدات وسيل المساعدات المستمر من معدات ومن أدوية ومن تطعيمات،
وبنشكر أخانا الأخ القائد محمد دحلان على جهوده المتواصلة من أجل أبناء شعبه في فلسطين وخاصة في قطاع غزة. إن شاء الله ستسمعون خبر افتتاح المستشفى الإماراتي الميداني اللي بني على 8000 متر مربع في أرض المستشفى الأوروبي، وطبعا هذا سيكون داعم كبير لمجهودات وزارة الصحة في مقاومة وباء كورونا وفي مقاومة الأمراض.